كابتن محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي من فرنسا. كابتن محمود مساء الفل. مساء الفل، ازي حضرتك؟ عامل ازاي ايه؟ اخبارك؟ حضرتك؟ عامل ايه؟ ببارك لك في البداية طبعا ألف مليون مبروك، شرفتونا، شرفتوا مصر كلها. منتخبنا الوطني متصدر مجموعته بيلاعب منتخب باراجواي كوارتر فاينل، ان شاء الله نبقى من الأربعة الكبار ونروح سيمي فاينل. يا رب يا رب، ان شاء الله ربنا يخليك، وان شاء الله ربنا يقدرنا ويقدر رجالتنا كده، ان شاء الله يعملوا حاجه لمصر ونحقق الميداليه ان شاء الله. كلمني عن ماتش اسبانيا ويمكن التفاصيل والكواليس والغرفة خلع الملابس قبل المباراة ما بين الشوطين، التفاصيل دي محتاجين نعرفها يمكن للمدى اللي ينفع نعرف عنه تفاصيل، عايزين نعيش الأجواء معكم. لا والله، احنا من بداية ما جينا هنا وبداية ما اول ما اتعمل المنتخب فعلا يعني، وكان عندنا حلم ان احنا نحقق ميدالية في الاولمبياد ان شاء الله، وخلال سنتين ونص وشغالين على هذا الحلم، اذا كان من خلال المباريات الودية او المعسكرات او كل شغل اشتغلناه خلال سنتين ونص، وصلنا الحمد لله لغاية الاولمبياد هنا، الحمد لله. وزي ما حضرتك شايف الاداء الحمد لله بيتحسن من المباراة للتانية، وربنا يكرمنا. وكلمة الراجل وكلمتنا للناس دايما، احنا عندنا ثقة فيكم يا رجالة ان انتوا تقدروا تحققوا حاجة كويسه لمصر وتكتبوا تاريخ لمصر ان تحقق اول ميداليه ان شاء الله. طيب يمكن عايز أسأل حضرتك دور الثنائي زيزو والنني في المنتخب الأولمبي، ويمكن حضرتك أكيد بوجودك معاهم كمدير للمنتخب الأولمبي بتسمع تفاصيل يعني الكلام اللي بيدور ما بين اللعيبة الصغار واثنين كباتن من كباتن المنتخب. تمام طبعا، كابتن نيني وكابتن المنتخب طبعا، وكابتن المنتخب الاولمبي وكابتن من كباتن منتخب مصر الاول، اضافه كبيره جدا للمنتخب كقائد جوه الملعب وقائد بره الملعب، اندماجه مع اللاعبين وتنفيذ اللاعبين لتعليماته وتوجيهاته دايما ان احنا لازم يكون عندنا ثقه في نفسنا وان احنا منتخب كبير وقادرين على التحقيق ونكسب اي حد، كل ده مدي دفعه معنويه للعيبه. كابتن زيزو برضو يعني انت بتتكلم في احسن لعيب في مصر تقريبا اخر 3 سنين، فاضافه كبيره جدا، حضرتك شفت اداؤه في مباراه اسبانيا، وقوه طبعا، ويعني ولسه قدامه كتير ان شاء الله يحققه معانا مع المنتخب الاولمبي، بالاضافه لشخصيتهم وحب اللاعبين ليه، فيعني الاثنين اللعيبه الكبار عاملين فعلا روح كويسه جدا مع المنتخب، واضافه لينا ان شاء الله في الفتره القادمه. يمكن استاذ كابتن محمود حرب، حضرتك كمدير لمنتخبنا الاولمبي، الجهاز الاداري في المنتخب موفر كل اساليب الراحه، وزاره الشباب والرياضه موفره كل اساليب الراحه، دكتور اشرف صبحي معالي الوزير متواجد مع منتخبنا الوطني. يمكن هسالك اكتر عن الجهاز الاداري، موفرين كل حاجه للمنتخب، السفر متواجدين، اللعيبه معزولين عن اي حاجه محيطه بيهم، ازاي يتم الاستعداد للمباراه القادمه؟ انتوا النهارده وصلتوا مارسيليا على حد علمي للاستعداد لهذه المباراة. تمام والله الحمد لله، احنا طبعا كجزء من دورنا ان احنا نوفر كل حاجة للجهاز الفني وللاعبين لتحقيق اكثر قدر من الاستقرار وتوفير كل طلباتهم عشان يقدروا يحققوا نتائج كويسة ان شاء الله. فطبعا احنا الحمد لله وصلنا النهاردة مارسيليا عبر طيارة خاصة، من وصلنا الساعة، طلعنا الساعة 2:30 ووصلنا هنا حوالي الساعة 4:15، وصلنا الفندق حوالي الساعة 4:15، كنت في فندق 4:15، وبدأوا اللعيبة يعملوا ريكفري، وفرنا لهم مكان بيعملوا فيه ريكفري عشان يقدروا يستمروا إن شاء الله تحقيق نتائج إيجابية. الحمد لله كل حاجة متوفرة بدعم طبعا من مجلس الإدارة ورشيد جمال علام، وطبعا معانا اللي هو مشهور رئيس بعثة الكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب طبعا، وبظهرنا دايما دكتور اشرف صبحي زي ما حضرتك بتقول، ومتابعه يوميه معانا لو محتاجين اي حاجه. الحمد لله احنا بنساعد كل واحد في منطقته، بيحاول يساعد ويوفر اكبر قدر من الراحه للاعبين. يمكن احنا من هنا من مصر بنتمنى لكم كل التوفيق، ويمكن بنوصل لحضراتكم رساله ان كل الشعب المصري، ويمكن حضرتك ممكن تنقل الرساله دي للاعبين، كل الشعب المصري في ظهر منتخبنا الوطني الاولمبي. حسينا فعلا ان اللعيبه قلبها على تيشيرت منتخبنا الوطني، احنا كسبنا اسبانيا ونقدر نكسب باراجواي ونقدر نكسب كمان اي فرقه تيجي قصادنا، عشان احنا مصريين واحنا عندنا العزيمه والاراده نوصل لكده. استاذ محمود حرب مدير المنتخب الاولمبي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا.